شحال ديال الكتوبه زعما شحال دايرين؟ والله ما عنديش فكره، ولكن اللي عارفه بانهم غاليين شويه حيت كتريام وكلشي تزاد. واش دابا هما بداو القرايه بداو زعما كاينين الدراري اللي خداو كاينين اللي باقي يعني غير هو اللي مازال ما خداش؟ مازال يلا بدينا الدار. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والمؤلم من مدينة الدار البيضاء مع السيدة هذه اللي كنتو شفتوها معنا في لايف سابق، كتقول بأنه يعني بسبب الفقر وبسبب الوضعية المادية ديالها وبسبب يعني يعني الوضعية اللي كانت كتعيشها قررت أنها تبيع الكلوة ديالها باش أنها يعني تقري الابن ديالها. هنا متتبعي قناة شوف تيفي بالطبع هذا الأمر هذا فيه واحد الخطورة كبيره بزاف على الصحه ديالها وعلى الحياه ديالها، وان كان حنا كان يعني كان من هذا الشيء هذا كنفهموا المعنى ديال التضحيات ديال الام المغربيه من اجل يعني وليداتها باش انها تربيهم باش انها تقريهم. ماشي غير هذه الام هذه، وانما هناك الكثير من الامهات المغربيات والنساء المغربيات القادات الحارات اللي كيتقاتلوا مع هذا الزمان هذا باش يوقفوا مع وليداتهم باش انهم يقريهم باش انهم يوصلوهم البلاصه اللي كيتمنوها. فالحمد لله يعني الان راه سجلاته في واحد الاعداديه، ولكن هناك يعني بزاف مازال عندها بعض المشاكل بخصوص المصاريف ديال اللوازم او الكتب المدرسيه، وبسبب مشاكل ايضا تخص يعني المساله ديال انها تكري وانها تستقر وانها يعني تعيش هي والابن ديالها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليكم؟ شي بخير؟ الله يبارك فيك. شويه الحمد لله. بدلت الفكره ديالك انك تبيع الكلوه ديالك ولا مازال عندك هذه الفكره؟ شويه مبدئيا بدلتها شويه الحمد لله. شنو خلاك تبدليها؟ الناس اللي كنعرف، الناس اللي قرابين ليا، جيراني بزاف الناس الاصدقاء ديالي قالوا لي زعما ماشي كان عليك تقولي لنا في الاول يعني ماشي حل هذا. المهم تعاونوا معايا معنويا يعني تضامنوا معايا بحال هكا صافي و الحمد لله تقريبا اقتنعت الحمد لله. الحمد لله. واخا عاودي لنا دابا المستجدات، الابن ديالك دخل المدرسه؟ سجلته البارح الحمد لله، تلاقيت مع واحد الاستاذه هي اللي تعاونت معايا وسجلته، واليوم يلا بدا كان اليوم عنده الصباح، ولكن مازال ما خديت له لا كتبه لا والو حيت ما هذا. المهم دخلتي في مدرسه عموميه؟ مدرسه عموميه، وسميت واحد السيده كنعرفها هي اللي بغات تخلي عندها حيت ما عنديش سكن قريب، داكشي علاش قالت لي ماشي مشكل يبقى معايا في الدار حتى ما تيدير الله تولد الخير وصافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. دابا هو ما يعني ما عايش معاك دابا؟ لا حاليا لا، جالس مع السيده صاحبتي كنعرفها. قالت لي ماشي مشكل يبقى. شنو السبب اللي خلاك انه يعني ما تستقريش انت وياه، تكري انت وياه في شي بيت؟ ما عنديش امكانيات دابا في هاد الساعه، ما عنديش امكانيات. كنقول زعما حتى خصني على الاقل واحد 3 شهور ولا شهرين باش نخدم ونوقف على رجليا، ديك الساعه عاد نقدر نستقر انا وياه. مي البلاصه اللي كنت ساكنه فيها جيتو عندي المره الاولى راه كشتي بعيد الحال بزاف، ما كلشي بعيد عليا تمايا، وباش نولي نوقف على رجليا خاصني شي بلاصه اللي تكون قريبه شويه، هذا هو السبب. واخا ولدك لالا فاش كيقرا دابا؟ 9 كتريام. كيقرا في ثالثه اعدادي؟ ثالثه اعدادي. وتقريبا المصاريف ديال لوازم المدرسه شحال تقدر توصل؟ وما نكذبش عليك ما نقدرش نقول حيت هذا العام كلشي تزاد. العام الاخر ما عرفتش كل حاجه كنشريوها بوحدها، كل استاذ كيدخل عنده كيكتب ليه ورقه. دابا مازال ما كتب لي حتى شي واحد. يلا اليوم سول واحد الاستاذ قال له يلا جيت اليوم، قال له صافي تنكتب لك من بعد. والزملاء ديالو بداو كيقراو باللوازم ديالهم؟ كاينين اللي عندهم، كاينين اللي بداو، كاينين اللي شراو. هادشي اللي كاين. واخا انت والابن ديالك اختي كتعيشي يعني صعوبات اللي هي كبيره بزاف، يعني مادام الام انها توصل بها درجه انها تفكر تبيع الكلوه ديالها باش انها تقري ولدها، راه شي حاجه اللي هي ما ساهلاش طبعا. من طبيعه الحال ما ساهلاش حيت فهمتي كتشوفي راسك انت اصلا ما عايشاش، عايشه واحد الوضعيه اللي هي صعيبه، كتقولي اللهم ندير شي حاجه باش نخلي ولدي ما يعيش داكشي اللي عشت انايا، هذا هو السبب. ولكن هادشي طبعا راه انت عارفه راه صعيبه. راهي عرفت راه صعيبه، ولكن كل واحد كيدي نوبته، الا كانت الموت راه غادي ندي غير النوبه ديالي. الله يحفظك اختي لولدك يا رب. بارك الله فيك. واخا دابا بالنسبه للمصاريف خصك انت مازال خصك تكري، كتقلبي على خدمه؟ عاودي لنا المعاناه. مازال ما خدمتش حيت مع كنت واقفه على حساب الدري تنسجلو وصافي. دابا ملي سجلته الحمد لله دابا عاوتاني كنولي وليت كنفكر دابا عاوتاني على حساب الخدمه صافي، ومن بعد ان شاء الله عاوتاني غادي نشوف السكن. هادشي اللي كاين. والابن ديالك شنو غادي ديري معاه دابا؟ دابا هو جالس. واش غادي يقدر زعما غتقدري تعيشي انت وياه زعما مستقبلا ولا غتخلي عند صاحبتك؟ ما عرفتش من هنا تما يحل الله، ما عرفتش يعني من دابا شهر ولا شهرين ولا 3 شهور عاد نقدر نعرف، عاد نقدر زعما نقدر يكون عندي الامكانيات باش نقدر نوقف على رجليا. فهاد الساعه ما عنديش باش نوقف على رجليا، وما بغيتش العام يضيع لي. مي السيده الله يكثر خيرها قالت لي يبقى مع ولادي حتى تيدير الله تولد. المهم بعدا هذه خطوه زوينه. انه نعم
يعني هو يعني خطوه زعما خطوه زوينه انه تسجل في المدرسه. انت كنتي خايفه بزاف؟ هذه اللي كانت خلعاني بزاف، بصح ما بغيتش نضيع عليه العام عاوتاني ونبقى انا وياه بحال هكا يعني مبلوكيه، ما نقدر ندير حتى حاجه. كي الحمد لله. والاب ديالو فين هو؟ علاش ما كيهزش معك هذا الحمل ديال ما شنو نقول لك؟ نقولوا ميت. ميت؟ هو عايش ولكن نقولوا ميت حنا. ما هذا الشيء ديال النفقه ما عندناش حنا، ما كاينش. دير دعوه شحال هادي عطاو شهر ديال الحبس صافي، هادشي اللي كاين. ما كيعطيكش النفقه دابا؟ لا لا والو. حتى شي حاجه؟ ما عمري شديت ما عندوش. ما كيسولش عليه ولده؟ لا والو. شنو خصوش وما خصوش؟ لا والو. علاش؟ قلت لك ميت. هادشي اللي كاين. ولكن واش حتى لهالدرجه راه مين كاينين؟ كاينين منو عادات ماشي غير هو، كاينين بزاف. هاد النعاده كاين منو بزاف، ماشي غير يعني الاب ديال ولدي انا، ماشي غير هو اللي كاين بوحدو، كاين منو بزاف. كاين بزاف اي آه. حنا كنعرفوا انه بعض الله يستر بعض ما واش نقول رجال ولا ما اشبه رجال ولا ما نعرف شنو اشبه رجال، كيطلقوا زوجات ديالهم كيطلقوا معاهم حتى ولادهم. هذه ما الدراري ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الشيء هذا، حيت حتى الله سبحانه وتعالى كيقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيره، ما كيقولش كما ولدوني، ولكن هما سبحان الله العظيم هو يمكن قطع يدو ما رباش. لا ما رباش وقطع يدو من يد الرحمن، وانا ما نسامحه لا في الدار ولا في ذاك الدار. واخا رقم التليفون ديالك اختي بلاتي ما حافظاش. المهم انا سميتو قولي لينا. ما حافظاش انا. ايه هو هذا. قولي لينا عافاك. ما نعرفش نقول. قولي انت. 06 53 اه عاودي معايا. 06 53 06 53 95 95 71 71 83 83. هذا هو رقم التليفون ديالك. آه. واخا قلتي لي بانه يعني الزوج ديالك ما كيعقل على الابن ديالو ولا حتى شي حاجه. لا لا ما كيصرف ما والو. لا ما كيسول ما كيصرف ما حتى شي حاجه. انا دعيته مره واحده على النفقه، عطاوه شهر ديال الحبس في 15 صافي، من تما ما وليتش انا يا صافي، العلاقه تقطعت مره صافي يعني ما بقيناش. ولكن واش هاد الولد انت ولدتيه بوحدك؟ راه معاك. لا ما ماشي بوحدي. راه حتى هو خصو يتحمل المسؤوليه. اه ولكن ما عرفتش. راه انت اهم ام يعني كنتي عايشه انت والزوج ديالك، ولدتوا هاد الوليد هذا، خاصكم بزوج تحملوا المسؤوليه ديالو. علاش انا هذا غير السؤال. البعض اشباه ديال الرجال، بعض ديال رجله رسميه، ما انا ما عرفتش شنو غنقول، نقول شي كلمه ما المهم. بعض اشبه الرجال كيطلقوا المراه ديالهم، كيطلقوا حتى وليداتهم، خاصه في هذه المناسبات ديال الدخول المدرسي او الاعياد، ولا بد خصو يتفكر ولده. لا والو ما كيتفكرش. لا ما عمره تفكر. واخا الوراق كتبتو بان هذا الشيء ماشي غير هضره، عندي الوراق كيتبتو بان عمره ما صرف عليه، وعندي الحكم ديال هذا ما نسيت السميه ديالو. المهم عندي الحكم بانه ما عمره ما صرف عليه، وبانه ما رجعتيش دعيتي على النفقه. لا ما وليتش. كنخسر انا في داك الشيء، كنبقى نطلع ونهبط ونسير معاه. والله ما كتقولي بنات. اه صافي كنخسر ما كنشد والو. اللهم صافي. ما واخا هو الابن ديالك ما كيسولش على الاب ديالو؟ ما كيقولكش علاش بابا ما كيسولش فيا ولا شي حاجه؟ لا ما ديتو عندهم واحد المره وصافي، عرفهم صافي، من تما ما كان باقي صغير شويه صافي، يعني ما بقاش كيسول حتى هو صافي. مابقاش كيسول فيا؟ لا صافي مابقاش كيسول صافي، عرف اللي كاين. هو بالنسبه ليه شي حد يعني شي حد اللي ما باغيش، هو كيقول انا ما باغيش صافي. لله الحمد رسول الله. مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا، هذا مشكل اللي نتمناو انه ما يبقاش عندنا في هذا المجتمع ديالنا. بصح انه الطلاق ربما بعض الاحيان كيقدر يكون حل لانهاء واحد العلاقه، يعني علاقه ديال زواج ما بين واحد الطرفين. قول لي. ولكن راه الراجل فاش كيطلق الزوجه ديالو راه هذا ماشي معناه انني نطلق حتى وليداتي، راه الوليدات كيكونوا محتاجين الحنان ديال الاب ديالهم، ديال كيف ما كيكونوا محتاجين الام ديالهم، كيكونوا محتاجين يعني الدعم المعنوي والدعم المادي، خاصه في هذه الظروف هذه. انا شنو معنات انني انا كرجل نزوج بالزوجه ديالي، يعني واحد النهار اللي كانت كتجمعنا واحد العشره واحد العلاقه ديال الحب الى اخره، نولد معاها وليدات، فاش توصل يعني لهذا مثلا هذه الفتره ديال الدخول المدرسي او الاعياد، الا حتى شي حاجه لا شنو خصو، راه هذا الشيء راه ما يمكنش ما يمكنش. مشاهدي قناه شوف تيفي نتمنوا انكم تعاونوا هذه السيده هذه، لانه راه كتعيش واحد الوضعيه اللي هي صعيبه بزاف. خلي لكم رقم التليفون ديالها تقدروا تتواصلوا معها. الى اللقاء.